في بداخل البرنامج مالتي انا اديت عمل مثل ما الاخ استاذ حيدر ادى بطريقته. انا اديت عمل ونجحت نجاح اعتقد ممتاز. وانت قدم وانت قدمت نفسك لجمهور انتخابك، رحت صرت عضو في كتله سياسيه أحسنت. لديها سلوك سياسي أحسنت. كيف ستتعامل مع هذا السلوك السياسي؟ اولا احنا لا نسمي قوى محدده انها قوى لا دوله، احنا نصف سلوك. زين، اكو فرق بينك بين ان تسمي قوى وبين ان تصف سلوك. زين، السلوك أن كل قوى لا تؤمن بالدولة، لا تؤمن بالقانون، لا تؤمن بالمؤسسات كائناً من تكون. زين، هذه قوى لا دولة. زين، نقطة رأس سطر. الناس تيجي أنت تقول تصنفها، تقول هذا القوى السياسية قوى لا دولة، هذا تصنيف الناس، أنا تصنيفي يختلف. الأمر الآخر عزيزنا، اليوم أنا بشكل واضح أقول لو نجي نبني دولة في المستقبل لو أروح معارضة، لن أذهب في برنامج انتخابي ليس فيه وضوح لبناء الدولة. زين، راح اروح معارض. هسه انت هنا اكو نقطة نظام مهمة جدا. انت قلت انا اؤمن بان كل قوى لا تؤمن بالدولة، كل القوى تؤمن بالدولة، لكن كل قوى تؤمن بالدولة من زاويتها. هل تؤمن بان الحزب السياسي الذي يمتلك فصيلا مسلحا لا يندرج ضمن الدولة؟ هذا لا يؤمن بالدولة. نعم. اكو جزء من هذه القوى التي نعم. تحمل سلاح راح تضطر تقعد وياهم على ميز واحد وتتقاسم معهم الاشياء. لن نفعل، اسمع من عندي، لن نفعل ذلك الا بالتخلي عن هذا السلوك. هذا راح اطمه الفكره نعم. مالتك ممتازه، ورسنا نرجع نعم. نقعد هاي القعدان احنا بالنسبه ان لن نسير في حكومه تبقى فيها قوى سياسيه لديها فصائل مسلحه. جيد، حتى لو الآن هذا عنده، إحدى اشتراطاتنا المهمة التي ستكون التخلي عن السلاح بشكل كامل وفصل ممتاز. السلاح عن عمل ممتاز. السياسي. خلينا ننتقل لسيد حيدر ملا، وقبل هذا أريد أنوه المشاهدين الكرام، يعني من الممكن أن من بداية من حلقة يوم غد إذا تمكننا فنيا من إجراء جميع المستلزمات أن نحول البرنامج إلى مناظرة انتخابية في شكل جديد ربما وبأسلوب جديد في إدارة الحوار. بعد الانتخابات من الممكن أن يعود أبعاد أخرى بشكله المعتاد. انتقل لسيد حيدر الملا مرة ثانية، فكرتك راح أمشي عليها طبعا مهمة هي، وبالفعل إحنا مشينا عليها مع استخدام موارد الدولة. ممتاز، أنا راح أرجع لك لهذا السؤال تحديدا. البعض اتهمك انه عندك نفوذ سياسي وعندك علاقات جيده واصلا كتلتك قويه وعندها تفاصيل معينه، استغليت نفوذك السياسي وبلطت وما اعرف شنو، خليت مسمها محولات واشياء اخرى، وهاي مخالفه اصلا بالسلوك الانتخابي يفترض تكون. ايش اجاوب؟ عشان عندي سؤال يعني سلوك من باب فعلا بدي اعرف ممكن ايش. تفضل. ايش تعتبر العصابه والتيار الصدري؟ عندهم اجنحه مسلحه حاليا ولا ما عندهم؟ يعني هذا السؤال الآن الحديث بشكل صريح وواضح يحتاج إلى توافق سياسي للإجابة. أنا تقديري هناك ارتباطات في هذا الجانب. نعم، أنه عندهم أجنحة مسلحة فمثل التيار والعصائب بالتوصيف الحالي أنه قلت ما أدخل وياهم بحكومة. لا، قلت إذا دخلنا نفصل الجانب نفصل الجانب السياسي عن الجانب العسكري. الجانب العسكري يروح في مساحته وفي عمله ويفصل تماما عن العمل السياسي تماما. يعني يجي يقول لك أنا ترى فاصلة. لا، مو ترى فاصلة، سياقات الدولة نطبق اليوم. نعم. الفصيل الفلاني من من سيأخذ أوامره؟ من قيادة السياسية أو من قيادة الدولة؟ هذا المهم، هذا هو القياس. ووقع عندي أخذ أوامره من قيادة السياسية اكو شكل ومضمون، شكلا هو والله مو عندنا بالحشد والحشد روح تفاهم وياهم، لكن مضمونا هو ذراع مسلح لحزب سياسي يفرض ارادته نوبات بالقوه والسلاح. جيد. كون اوضح ودقيقين اكثر حتى نفصل المناهج بهذه الطريقه. الحال عندما حل نطبق القانون. جيد، حل نطبق القانون. جيد. انا ما شو راح اضمن هاي الحلقه والله.